أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد. بيقول لي هنا which of the following is the area of the triangle whose vertices are the points which represent the cubic roots of unity of our Gans plane. طبعا لما يتكلمني في cubic roots of unity فأنا بفتكر على طول إن أنت عندك الكيوبيك روتس هي الـ 1 والأوميجا والأوميجا سكوير. وعشان أحطه في أرجان دي بلان يبقى أنا محتاج أو عايز أشوفه على شكل تريجونوميتريك 4. فهقول الـ 1 ده أساسا عبارة عن 1 كوساين 0 بلس أي ساين 0. أما الأوميجا فهي عبارة عن 1 كوساين 120 بلس أي ساين 120. أما الأوميجا سكوير هي عبارة عن 1 وأحط كوساين 240 بلس أي ساين 240. طبعا لا أخفيك سرا إن الاتنين دول أحدهما أوميجا والآخر أوميجا سكوير، لكن إحنا بنخلي الأوميجا نمشيها 120 حسب اتفاقنا مع بعض، والأوميجا سكوير هي 240. لما أجي أشوف ده كده في الأرجن دياجرام فأنا هعمل سيركل كده، هقول له أدي الأوريجين، أدي عندي الإكس أهو، أدي عندي الواي أهو. انت عايز تشوف يا مستر ياسر انجل 0 فهتبقى في المكان ده، انجل 120 فهلف 90 و30 فهاجي هنا كده في المكان ده واحط هنا كده اوميجا اللي هي ميكس انجل 120، 240 هتيجي هنا كده واحط هنا كده اوميجا سكوير. لو جينا بصينا على شكل التراينجل اللي اتكون عند حضرتك نشيل الكلام ده كله، ولو نبص على شكل التراينجل فالتراينجل ده هيبقى عامل كده، هيبقى عامل كده، هيبقى عامل كده. طبعا واضح ان انت عندك دلوقتي ايكواتور تراينجل، واضح كمان ان الفيرتيسيز موجوده على سيركل الريديوس بتاعها ايكوالز 1، لان انت عندك الار هنا ب 1 في كل الكلام ده، او الميدلز بتاعت الزد ايكوالز 1. طب جميل جدا، وعندي السايد ده قد السايد ده قد السايد ده. هنا انا عايز اجيب الاريا بتاع تراينجل. الاريا بتاع ايكواتور تراينجل هي عباره عن هاف سايد باي سايد، يعني سايد سكوير، وبعد كده عندي ساين الانكلودد انجل، وطبعا طالما ده ايكولاتر فكله 60 وهنا كمان 60 وهنا كمان 60 فهحط ساين 60. انا دلوقتي عايز اعرف السايد بقد ايه. زي مثلا ده كده اسمه اي بي سي، يبقى معنى كده ان انت عندك من ساين لو ان انت عندك اي اوفر ساين اي ايكوالز بي اوفر ساين بي ايكوالز سي اوفر ساين سي ايكوالز 2 ار. طب مستر ياسر انا عندي هنا الانجل دي ب 60 والريديوس عندي ب 1، يبقى اي سايد، سيبك من دول وخلينا في اي سايد وليكن ايه، مش يبقى عندك الاي عباره عن 2 ار ساين اي؟ هقول له اه، الريديوس ب 1 والانجل ب 60 يبقى انا عندي 2 باي 1 باي ساين 60، فيبقى عندي الاي ديت عباره عن 2 ملتبلاي روت 3 اوفر 2 يطلع معايا بروت 3. فبقى عندك السايد، هقول يبقى الاريا اللي انا عايز اجيبها هي هاف مع روت 3 سكويرد مع ساين 60 اللي هي روت 3 اوفر 2، ده كده ب 3 يبقى انا عندي فوق 3 روت 3 وتحت عندي 4، يبقى الاريا اوف التراينجل هي عباره عن 3 روت 3 اوفر 4، وده اول اختيار. The number of ways can a person in a sport club participates in 3 games at least from the set، ومديني فوتبول وهاندبول وفولي وباسكتبول. طيب هنا في كلمة مهمة جدا هي اتليست. يعني ايه اتليست؟ يعني الشخص اللي بيختار ده بيختار على الأقل تلاتة، يعني ممكن يختار تلاتة أو أكتر أو أربعة. يبقى أنا ممكن أختار 3 ها أو أختار إيه؟ 4، تمام؟ لأن all ديت أنا عندي بترجمها للبلس. طب لما بختار تلاتة من أربع حاجات أو أختار أربعة من أربع حاجات، طب بختار جزء من الكل يبقى كومبينيشن. فأنا أختار تلاتة من أربعة يبقى أنا عندي 4 سي 3 أو يبقى بلس 4 سي 4، يبقى انا اخترت 3 من الاربعة او اخترت الاربعة كلهم، هو قال لي على الاقل 3 يبقى ممكن 3 او ايه او اكتر، يبقى ده الاختيار الصح بتاعي اللي هو الاختيار الاول. In the expansion of ومديني هنا binomial according to the decreasing power of x، لازم اطمن x في الاول اهيت، the value of the term f of x equals e. طبعا بمنتهى الهدوء عشان اجيب الفري تيرم اوف اكس يبقى لازم احط هنا تي ار بلس 1 ونجيب جنرال، فهقول له 15 سي ار واحط نيجاتيف 1 اوفر اكس واللي تحت يطلع فوق باور ار، واحط اكس سكويرد واعمل 15 ماينس ار. هل يبقى ايكوالز 15 سي ار، واحط نيجاتيف 1 واحط باور ار، واحط اكس باور نيجاتيف ار، واحط اكس ثانيه واعمل 2 تايمز هنا وهنا، فيبقى عندي 30 ماينس 2 ار.
حاولي بقى ان انا هعمل كده واقول له 15 سي ار ونيجاتيف 1 باور ار ماليش دعوه بيها، واخد اكس واحده وادي الباور في الاثنين دول، فهيبقى عندي 30 ماينس 3 ار، ده كده تي ار بلس 1. احنا كده جبنا الجنرال تيرم، وبالتالي لما يجي يكلمني في فري تيرم اوف اكس يبقى انا المفروض ان انا اخد الباور ده اخليه كوال زيرو واطلع الار بكام. فهقول له هنا كده بوت 30 ماينس 3r ايكوال 0، هيبقى الr ايكوال 10، وبعد كده هاخد ال 10 احطها هنا اهوت، يبقى انا عندي ال free term of x هو 10 بلس 1 يعني 11، هحط هنا ال 10 يبقى عندي 15 c 10، وطبعا لما احط هنا ال 10 هيبقى نيجاتيف 1 باور 10، الباور 10 دي يا محترمين هتبقى ايفن، هتاكل النيجاتيف، وده هنا هحط 10 هيبقى اكس باور 0 وخلاص. يبقى انا دلوقتي عندي ديت كده ايكوالز 1 1 ملتبلاي 15 سي 10 15 سي 10. اجي ابص هنا في التشويسز ما الاقيش 15 سي 10. حلو، بس في عندي بروبرتي مهمه جدا اللي هي اسمها سبلمنتري كومبينيشن، اللي هي عندك 10 سي 8 هي يا مستر ياسر 10 سي 2، ودي يا مستر كنا شرحناها واحنا بنشرح في الاول خالص بنفس النيوميريكال فاليوز ديت، وبالتالي الصم بتاع تحت لازم يبقى قد اللي فوق، او ده ماينس ده يديك الحاجه اللي هنا، فانت ممكن تعمل ده ماينس ده مع تثبيت ال 15 يبقى 15 سي 15 ماينس 10 تديك 5، يبقى الحل بتاعي 15 سي 5 وهو الحل الاولاني. بيقول لي if the two planes ومديني two planes بالشكل ده are parallel، طالما قال لي parallel يبقى انا عندي يا مستر ياسر ال n1 وال n2 لما احطهم فوق بعض يطلعوا equal، يعني هاخد من اول واحد ده اطلع n1 عندي، n1 هي الكوفيشنس على فكره بتاعه الاكس والواي والزد، فانت عندك هنا كده 18 وهنا كده عندك 15 وهنا عندك نيجاتيف 6. ان 2 هتبقى عباره عن ده كده يا مستر ياسر هو البلان الثاني، فهاخد الكوفيشنت بتاع اكس وواي وزد بالترتيب، ولازم اطمن ان هم مترتبين عشان خاطر ما العبش في الارينج بتاعهم. فهقول يبقى انا عندي هنا كده A وعندي B وعندي 2. هقول يا مستر سينس ان 2 بلينز ار بارالل، معنى كده ان 18 اوفر A سيم سيم 15 اوفر B سيم سيم نيجاتيف 6 اوفر 2. هقول له بمنتهى الهدوء لو انت عايز بعينك على طول، انت عندك ال 6 عملتها ديفايدد نيجاتيف 3، يبقى انا هعمل ال 15 ديفايد نيجاتيف 3 فالبي تبقى نيجاتيف 5، واعمل 18 ديفايد نيجاتيف 3 فتبقى نيجاتيف 6، فلما اعمل الاثنين ملتبلاي بعض نيجاتيف باي نيجاتيف ببوستيف 5 باي 6 ايكوال 30، يبقى الريزلت بتاعي هو 30. وممكن طبعا تجيبها بكروس مالتيبليكيشن، انت براحتك تجيبها باي طريقه ما تفرقش معاك يا مستر. بيقول لي في الاي كوزاين ثيتا ساين ثيتا نيجاتيف ساين ثيتا كوزاين ثيتا، عايز اي سكويرد اول باور نيجاتيف 1. طب احنا دلوقتي الاول نجيب اي سكويرد، عشان نجيب اي سكويرد مش معنى كده انا بعمل سكويرد لكل اليمنت جوه الماتريكس اي، لا ده انا بعمل اي ملتبلاي مع الاي، يعني هعمل كده وهحط هنا كده كوزاين ثيتا، كده عندي نيجاتيف ساين ثيتا، كده عندي هنا ساين ثيتا، كده عندي هنا كوزاين ثيتا، وهقفل وافتح واحد تاني واحط كوزاين ثيتا ونيجاتيف ساين ثيتا، كده عندي ساين ثيتا، كده عندي كوزاين ثيتا. هقول يلا نعمل ملتبلاي، طبعا انا باخد اول رو ده كده مع اول كولوم ده كده، فهقول يبقى انا عندي هنا كوزاين باي كوزاين بكوزاين سكوير ثيتا، وبعد كده ساين باي نيجاتيف ساين بنيجاتيف ساين سكوير ثيتا. خلصنا يا مستر ياسر من اول رو مع اول كولوم، هاخد بقى اول رو بس مع تاني كولوم، فهاخد الاولاني مع الاولاني، فيبقى عندي كوزاين باي ساين اخليها ساين ثيتا كوزاين ثيتا، التاني مع التاني فهيبقى هنا عندي بلس كوزاين ثيتا ساين ثيتا، وطبعا انا متعمد اعملها ساين كوزاين كوزاين ساين عشان ده رول هنشتغل بيه بعد كده. هنبدأ نشتغل السكند رو مع الفيرست كولوم، فهيبقى عندي نيجاتيف ساين مع كوزاين، فهيبقى عندي نيجاتيف ساين ثيتا كوزاين ثيتا. هخش اكمل اخد ديت وانزل من فوق لتحت هاخد ديت، فهيبقى نيجاتيف واقول له كوزاين ثيتا ساين ثيتا. هاخد بعد كده تاني رو مع تاني كولوم، فهنا ده مع اول واحد يبقى نيجاتيف ساين مع ساين بساين سكوير ثيتا، هكمل هاخد دي مع دي تبقى بلس، وعندي هنا كوزاين سكوير ثيتا. واضح طبعا ان حد الجا للرولز القديمه بتاعت التريجونومتري، فهقول يبقى ايكوالز وهعمل كده.
لو بصيت على اول واحدة اللي هي كوزين سكوير ماينس ساين سكوير، فده عبارة اساسا عن كوزين دبل الانجل يعني كوزين 2 ثيتا. لو بصيت على اللي جنبها ديت ساين كوزين كوزين ساين، فده اساسا هو ساين، وطالما عند حضرتك هنا في بلس فباخد سيم، فباخد بلس واحط ثيتا وثيتا، وبعد كده عندك هنا نيجاتيف ونيجاتيف هتاخدها كومن فاكتور، ساين كوزاين كوزاين ساين يبقى تاني هي ساين، وطالما خدت كومن فاكتور فده خلاص بقى بلس بيتاخد زي ما هو، واحط ثيتا واحط ثيتا، وبعد كده ديت لو عدلتها هتبقى كوزاين سكوير ماينس ساين سكوير يعني كوزاين دبل الانجل، وبالتالي هيبقى شكل الماتريكس هتبقى بالمنظر ده، كوزاين 2 ثيتا وعندي هنا كده ساين 2 ثيتا وعندي نيجاتيف وهنا كده ساين 2 ثيتا وهنا عندي كوزاين 2 ثيتا، ده كده شكل الـ A squared. قال طب أنا محتاج بقى أجيب A squared power negative 1، يعني عايز الـ multiplicative inverse، أنا التارجت بتاعي A squared all power negative 1. عشان نجيب ده عندي يبقى أنا لازم أجيب الـ determinant بتاع الـ A squared. فهقول والله الدلتا اللي هي الديترمنت بتاع A squared هيبقى عبارة عن هحط كوزين 2 ثيتا، هحط ساين 2 ثيتا، هحط نيجاتيف ساين 2 ثيتا، هحط هنا كده كوزين 2 ثيتا، وهبدأ أعمل ده باي ده، فهيبقى عندي كوزين سكويرد 2 ثيتا ماينس ده باي ده، فهيبقى نيجاتيف مع بوزيتيف بنيجاتيف، وهنا في نيجاتيف تبقى بوزيتيف، ساين باي ساين بساين سكوير 2 ثيتا. كوزين سكوير بلس ساين سكوير لنفس الانجل، طب بلس هيدي كام؟ هيدي 1. يبقى جبنا الدلتا بتاعتي ايكوالز 1. هقول يبقى انا عندي اي باور 2 اول باور نيجاتيف 1، بقول له 1 اوفر الدلتا اللي هي اوريدي عندي في 1، واعمل ماتريكس كده، ببدل يا محترمين المين دياجونال اللي هو ده، فبحط كوزين 2 ثيتا هنا وكوزين 2 ثيتا هنا، وغير الساين بتاع الاتنين دول، فيبقى نيجاتيف ساين 2 ثيتا، وهنا عندي تبقى بالبوزيتيف ساين 2 ثيتا، ده خلاص ملوش لازمة، يبقى الريزلت بتاعي هي كوزاين 2 ثيتا ماينس ساين 2 ثيتا، وعندي ساين 2 ثيتا وعندي كوزاين 2 ثيتا. لو بصينا على التشويسز هتلاقي الاختيار اللي فيه نفس الشكل ده هو الاختيار الأول بتاع حضرتك. If the straight line x minus 2 over 3 equals y plus 1 over negative 4 equals z plus 3 over 5 makes with the planes xy, yz, xz an angle of measure L, M, N respectively. السؤال ده جميل جدا جدا جدا، لأن أنت دارس العلاقة ما بين الـ straight line والـ axis نفسها، يعني لو ده كان كده x وده كده y وده كده z، فلما اعمل ستريت لاين في المكان ده كده، فالانجل بينه وبين الاكس اسمها الفا، بينه وبين الواي اسمها بيتا، بينه وبين الزد اسمها جاما. يبقى اذا دلوقتي انا عندي يا محترمين الانجلز اللي انا عارفها هي الفا وبيتا وجاما، بس بين الاكس اكس والواي اكس والزد اكس، لكن هو ما ادانيش الكلام ده، هو مدينيش الانجل بين الاكسس، هي اداني الانجل بين البلينز اكس واي واي زد وزد اكس. تعالوا نشوف دلوقتي الانجل ما بين الستريت لاين والبلين اكس واي. لو خدنا البلين اكس واي ده كده عشان نشوف الانجل ما بين الستريت لاين والبلين، فانت هتعمل كده اكن ده البروجكشن بتاعه، ودي كده يا محترمين هو سماها ال. يبقى دلوقتي انت عندك عامل مع اكس واي ال، واساسا الزد بيربنديكولار على البلين اكس واي، وبالتالي هو بيربنديكولار على اي لاين جواه، فدي كده عباره عن رايت انجل، دي كده عباره عن 90. لما تكون دي كده كلها 90 والحته دي كده بال، هيبقى عندي هنا كده 90 ماينس ال. اذا معنى كده، معنى ان يا مستر ياسر انا عندي ال هي الانجل ما بين الستريت لاين اللي انت مشغلني عليه والاكس واي بلين، يبقى معنى كده ان الحتة ديت الباقية هي 90 ماينس ال اللي هي احنا عندنا بنسميها جاما. قلت له يعني من اول واحدة اقدر اقول لك يا مستر ان الجاما ايكوالز 90 ماينس ال اللي هي مع الاكس واي. حلو، معنى كده لما اشتغل مع اكس واي يبقى انا جبت منها الجاما 90 ماينس ال.
لاحظ ان الاكس دي كانت ليها علاقه بالالفا والبيتا، فاحنا بنجيب الحاجه الناقصه اللي هي الجاما. بالقياس لما اتكلم على الواي زد، فانت بتتكلم بين البيتا والجاما، يبقى انت دلوقتي هتقدر تجيب الالفا هي 90 ماينس، تاني واحده كان اسمها ام. حول يا مستر، وبالقياس لما اتكلم على الزد والاكس، الزد ليه علاقه بالدلتا والاكس الفا، يبقى ناقص البيتا، فالبيتا هتبقى عباره عن 90 ماينس الان. كده انت جبت الالفا والبيتا والجاما، فانت عندك قانون بيجمع بينهم ان هو كوزين سكوير الفا بلس كوزين سكوير بيتا بلس كوزين سكوير جاما ايكوالز 1. حد عامل سبستيتيوشن، يبقى عندي كوزين سكوير الالفا عباره عن 90 ماينس ام، هقول له بلس كوزين سكوير البيتا عباره عن 90 ماينس الان، هقول له بلس اخر حاجه كوزين سكوير جاما اللي هي 90 ماينس ال، الكلام ده ايكوالز 1. طبعا كوزين سكوير 90 ماينس ام اكنها كوزين 90 ماينس ام اول سكويرد، ونفس الكلام هنا اكنها كوزين 90 ماينس ان اول سكويرد، ونفس الكلام هنا اكنها كوزين 90 ماينس ال اول سكويرد، ده ايكوالز 1. 90 ماينس في الفيرست وبالتالي كله بوزيتيف، ال 90 تعمل تشينج تخلي كوزين ساين، يبقى انا عندي ساين سكويرد ام، وهنا كمان نفس الكلام هيبقى عندي ساين سكويرد ان، وهنا كمان هيبقى عندي ساين سكويرد ال، الكلام ده ايكوالز 1. لو جينا بصينا فوق في التشويسز هتلاقي ان هو بيطلب منك ساين سكوير ال بلس ساين سكوير ام بلس ساين سكوير ان، هم الكلام ده، يعني يطلع بوان، يبقى الاختيار الاول هو الاختيار الصح بتاعي. يبقى هو هنا ما اشتغلش بالالفا والبيتا بشكل مباشر، اشتغل الانجل ما بين الستريت لاين والبلين نفسه، فيبقى الكومبلمنت بتاعها او بقيه ال 90 بتاعتها هي اللي اسمها يا مستر الفا او بيتا او جاما. طبعا لما اشتغل مع البلين اكس واي فبالتالي سمى ديت ال، وانا عندي ده موجود على البلين والزد بيربنديكولار على البلين، فالانجل ما بينهم 90 زي ما حضرتك شايف. يبقى معنى كده لو الانجل بين اللاين والبلين ال يبقى الباقي هو 90 ماينس ال. فيا مستر ياسر عملت 90 ماينس عشان تجيب الانجل ما بين الستريت لاين اللي انت شغال عليه والزد اكس اللي احنا عندنا بنسميها جاما. اي بالقياس بنفس الكلام قدرت يا مستر اطلع الالفا واطلع البيتا، وانا عندي علاقه بين كوزين سكوير الفا بلس كوزين سكوير بيتا بلس كوزين سكوير جاما، استغلتها وابتديت اعمل فيها سبستيتيوشن عشان اطلع الانسر ان ترمز اوف ال ال والام والان، فطلع معايا ان هو ايكوالز 1. بيقول لي if ال 1 الاوميجا الاوميجا سكوير are the cubic roots of unity then، وطالب مني اعمل سمبليفاي للاكسبريشن ده. طبعا انا كراجل فاهم ما في مقبلش على نفسي وجود اوميجا في الدينومينيتور، فهقول له الفاليو بتاعتي بالنسبه لاول واحده هتبقى عباره عن ايه، اوميجا سكويرد ماينس، هنا الاوميجا سكوير من تحت تطلع فوق باوميجا، دي انا شايفها اوميجا واحده بس لان اوميجا 3 بتطير ب 1 يبقى اوميجا، فاقول يبقى انا عندي بلس 3 a الاوميجا من تحت تطلع باوميجا سكوير ماينس، دي انا شايفها اوميجا سكوير لان هم 5 ف3 هيمشوا، يبقى اوميجا سكوير من تحت تطلع فوق باوميجا باور 1 او اوميجا، كل الكلام ده عباره عن سكوير. هبدا اكولكت اللايك تيرمز، فانت عندك هنا ده وده لايك تيرمز، وعندي هنا ده وده لايك تيرمز، فهقول يبقى الفاليو ايكوالز، اول حاجه هيبقى عندي 4a اوميجا سكوير، بعد كده عندك ماينس 4a اوميجا، كل الكلام ده سكوير. هبدا اخد من جوه جوه كومن فاكتور، فهقول تبقى ايكوالز 4a، وهيبقى عندي اوميجا سكويرد ماينس اوميجا، كل ده هيبقى سكويرد، هعمل ديستريبيوشن للباور، فهيبقى عندي 16a سكويرد، وعندي اوميجا سكويرد ماينس اوميجا اول سكويرد، نزلت الباور على الفور وعلى الاي وعلى البراكت. اي طب ما هو البراكت ده يا مستر نفسه الباكج ده كده ليه عندي ترجمه اللي هو عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف root 3i، فهقول يبقى انا عندي هنا كده 16a squared، وهعمل كده واقول له positive or negative root 3i all squared، هحط الباور على البوزيتيف وعلى النيجاتيف هيمشي، هنزل الباور على الروت 3 هيبقى 3، هسيب ده زي ما هو واحط 3 ويبقى i2، i2 اصلا بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 باي 3 بنيجاتيف 3، نيجاتيف 3 باي 16 بنيجاتيف 48a squared، وبكده يبقى انت جبت الفاليو بتاع حضرتك
نيجاتيف 48 اي سكوير اللي هو ده. بيقول لي ان ذا اكسبانشن روم يديني ده اكوردنج تو ديسندنج باور اوف اكس، يبقى اكس في الاول صح. هو عايز يعرف مني تي 7. حلو والله يا مستر، تي 7 ايكوالز 12 سي 6، كده عندي نيجاتيف بي اوفر اكس اول باور 6، وبعد كده عندي اي اكس سكويرد اول باور 12 ماينس 6 يعني 6. حد اعمل سمبليفاي، فيبقى عندي 12 سي 6 الباور ده ايفن يبلع النيجاتيف، يبقى بي باور 6 واكس باور نيجاتيف 6، وعندي اي باور 6 واكس باور اوف 12. هقول لي بقى هكولكت الكونستانتس، هيبقى عندي هنا كده 12 سي 6 وعندي هنا كده اي باور 6 وبي باور 6 واكس باور اوف 6. وطبعا واضح في التشويسز ان تي 7 ده هو التيرم which contains x power of 6. The code of alloc consists of 3 different digits number chosen from the digits 1 up to 9. By how many ways we can form a code contains of the digit 6؟ يبقى انا عايز 6 معايا، هما 3 different digits، يبقى انت عندك كده unit و tens و 100. يتحط 6 هنا، يتحط 6 هنا، يتحط 6 هنا، يبقى في اليونت والتنس والهند زي ما اتعلمنا. اختيار اليونت انا هنا عندي اختيار واحد اللي هو 6 بس، او هنا اختيار واحد اللي هو ده، او هنا اختيار واحد. طب ماشي، قال لي ما تنساش هما ديفرنت. طب ما ديفرنت يبقى انت لما تاخد دول 9، لما تاخد منهم واحد يبقى 8 اختيارات. حط هنا اي حاجه فيبقى عندي 8 اختيارات. اخترت يا مستر واحد فيبقى عندي يا مستر 7 تشويسز. نفس الكلام هنا 8 choices، هنا 7 choices، هنا 8 choices، هنا 7 choices. يبقى لما تحسب الكلام ده كله هيبقى عندي 56 و 56 و 56 add them together، يبقى 8 carry 1 up يبقى 16. يبقى انت عندك 168 different methods بحيث satisfy condition. انت عندك digit واحد بس 6 فيهم، والاثنين التانيين مختلفين عن 6. If the coefficient of the ninth term in the expansion مديني binomial power 12 according to the descending power of x equals 7920، عايز ايه بكام؟ طبعا بيتكلمني في ال coefficient of the ninth term، يبقى مش دعوه بالاكسات وانا شغال. حلو والله يا مستر ياسر، هنا كده ال coefficient of t9 equals 7920، وبالتالي انا عندي 12c8 المفروض تاخد نيجاتيف 1 اوفر a وتحط روت اكس. خلاص مش هحط روت اكس بقى، واقول اللي تحت يطلع فوق، فيبقى عندي ال8 تطلع هنا باور. كده هاخد الفيرست، الفيرست a روت اكس، انا مش دعوه بالاكسات، فهقول له a بس، وكده اعمل 12 ماينس 8 يطلع معايا 4. الكلام ده ايكوال 7920. هبدا احسب ديت بالكالكوليتر. 12 shift divided واحط 8 equals 495. فهو يبقى انا عندي هنا كده 495. الباور ده ايفن يبلع النيجاتيف، فيبقى عندي a باور نيجاتيف 8 وعندي a باور 4 equal 7920. هعمل divided 495 in both sides، فهيطلع معايا حضرتك ان a باور نيجاتيف 4 equals ده كده بالديفايدد، هعمل 7920 divided by 495 هيطلع معايا 16. فهقول له هنا يبقى انا عندي هنا كده 16. هقول له يبقى انا عندي a power 4 equals 1 over 16. هعمل 4th root تبقى ال a equals طبعا even، يبقى positive or negative half. طبعا عندي الاختيار الاول هو ده ال value of a. بيقول لي هنا determine ده equals x plus 2y multiply a. طبعا واضح زي ما علمتكم، طالما عندي هنا كده اكس واحده و2 واي، وعندي اكس واحده و2 واي، وعندي اكس واحده و2 واي، يبقى احنا ممكن نعمل سمبليفاي احلى حاجه ليها ان انا اقوم واخد يا مستر كولوم 1 بلس كولوم 2 بلس كولوم 3، فيبقى عندي اكس بلس 2 واي، واسيب هنا الواي والواي، هاجي تحت اقول له اكس بلس 2 واي واسيب هنا الاكس والواي. انا بكتب ده زي ما هو وده زي ما هو، واقول له برضه هجمعهم يبقى اكس بلس 2 واي، واقول له هنا كده واي وهنا كده اكس. لو حضرتك بصيت معايا كويس هتلاقي ان انا عملت كولوم 1 بلس كولوم 2 بلس كولوم 3، وطبعا جمعت كله عند اول حاجه كتبتها. طب ليه فكرت في كده؟ لان اكس بلس 2 واي ديت او ديت او ديت التلاته دول كده هي هي اللي هو عايز يجيبها،
وبالتالي انا هاخدها common factor، فلما اخد common factor x plus 2 y هيبقى عندي هنا كده 1 و y و y، وهنا 1 وهنا 1، وهنا x و y، وهنا y و x. لو بصيت عند حضرتك انت شايف ان في كله عامل triangular form زي ما انت شايف اهوت، انت كله زيروز، وده بحبه، فبعمل r2 minus r1 وبعمل r3 minus r1. العهد اللي بيننا لما بلاقي 1 في المكان ده قلبي بيعمل بوم 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 زي ما احنا متفقين مع بعض. فهقول يبقى انا معنى كده ان انا هسيب x plus 2 y واحط هنا كده 1 وهنا كده y وهنا كده y، واجي اعمل a1 minus 1 هيبقى 0، x minus y زي ما انا طقطقها هكتبها y minus y 0، 1 minus 1 هنا كده 0، y minus y هيكون 0، x minus y زي ما قلتها هكتبها. طبعا انت كده جالك الشكل ده كده 1 و0s، وعندي x minus y هنا وهنا وهنا 0 y y، يبقى اول اختيار هو الاختيار السليم. if a ومديني point a 3 negative 4 0 و b مدهاني و c مدهاني are 3 points in space and there are the vertices of triangle ABC, then the distance between the centroid point of the triangle ABC and the plane XZ is a. طب تعال الأول نجيب السنترويد. السنترويد هو جيومتريك سنتر بتاع تراينجل، وهو ده بيكون الانترسكشن بوينت اوف الميديانز. وانا لما يكون عندي تراينجل كده اسمه A و B و C، هو مدي حضرتك ان ال A عبارة عن 3 و نيجاتيف 4 و 0، ومدي ال B عبارة عن 15 و 0 و 2، ومدي ال C عبارة عن 0 و نيجاتيف 8 و 4. فانت عشان تجيب السنترويد فانت بتجيب الانترسكشن بوينت اوف الميديانز، وبالتالي انت بتقول لي كده السنترويد هيبقى equals x1 plus x2 plus x3 يعني 18 over 3 يعني 6، كده تمسك y1 plus y2 plus y3 يعني negative 12 over 3 يعني negative 4، كده تمسك z1 plus z2 plus z3 ف 6 over 3 يعني 2. ده كده السنترويد اللي بيتكلم عنه. عشان اجيب الديستانت ما بين البوينت واكس زد بلين، فهقول له كده الديستانت بتوين البوينت 6 ونيجاتيف 4 و 2 اند الاكس زد بلين هو بيكون عباره عن، طب هنا في اكس وزد يبقى ابسوليوت الواي يعني ايكوالز ابسوليوت الكلام ده يعني ايكوالز 4. طب هل ده بقى اكبر من الديستانت ما بين البوينت والبلين اكس واي؟ حل والله الديستانت ما بين البوينت هي دي كده اهو، وكمان البلين اكس واي بلين هيكون ايكوال ابسوليوت الزد اللي هي ابسوليوت التو يعني تطلع تو. فعلا ده اكبر من ده، يبقى الاختيار السليم بتاعي هو اول اختيار. The possible values of k which makes the distance between the two points مديني a و b equals root 62. حلو والله يا مستر ياسر، الديستانت حضرتك مديهاني عبارة عن root 62، وده ليه قانون عندي هو عبارة عن root كبير كده، واحط هنا كده x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared plus z2 minus z1 squared equals root 62. هبدأ أعمل substitution، هسمي هنا كده x1 y1 z1، وهنا كده نفس الكلام x2 y2 z2. هعمل substitution وكمان ممكن أعمل squaring عشان نخلص من الروت ديت، فده هيروح وده هيروح، وهيبقى عندي x2 minus x1 يعني negative 4 minus 2 all squared plus 4 minus k all squared plus عندي 2 minus 3 all squared equals 62. حلو والله دي كده نيجاتيف 6 squared ب 36 بلس انا عندي 4 minus k all squared بلس دي نيجاتيف 1 squared ب 1 equals 62. دول مع بعض كده ب 37 يرجعوا الناحية التانية بنيجاتيف 37، فهيبقى عندي 62 minus 37 يعني 4 minus k squared equals 25، هاخد square root يبقى عندي 4 minus k equals positive or negative 5. هيبقى عندي يا محترمين 2 cases 4 minus k equals 5 و 4 minus k equals negative 5. هودي ال k هناك يبقى بالبوستيف، هرجع ال 5 تبقى negative 1،
او ممكن يبقى عندي هودي الكيب البوزيتيف وارجع النيجاتيف 5 بالبوزيتيف، يبقى عندي الكيب 9، يبقى البوسيبل فاليوز اوف كي هي نيجاتيف 1 و9. اول اختيار. If the shortest distance between the point A ومدهاني 351 and the surface of the sphere whose center M 1 و2 negative 5 is 2 length unit, then the radius قد ايه؟ طبعا انت عندك sphere بالشكل ده كده اهو، اهو كده sphere اهيت، اوكي، وفي بوينت بره هنا كده في المكان ده هو سماها ايه؟ ال A دي عبارة عن 3 و5 و1 ومديني السنتر ده عبارة عن 1 وعبارة عن 2 وعبارة عن negative 5. قال لي ان shortest distance، اقصر distance بين البوينت والسيرفيس هي الحتة دي كده اهوت، كانت عبارة عن 2 length unit. عايز يعرف الريديوس ده قد ايه؟ هو طب انت عشان تجيب الريديوس من هنا كده من على السيرفيس لحد السنتر عشان تجيب ده، وانت عندك الحتة دي من هنا كده لحد هنا كده 2، فانت لو جبت الديستنت بين اي وبين ام، مدي كده ام، يبقى مستر ياسر ممكن تشيل ال 2 تجيب الريديوس. هو يبقى احنا مطلوب مننا نجيب الاي ام بكام؟ الاي ام عباره عن سكوير روت، واحط هنا كده اكس 2 ماينس اكس 1 سكويرد بلس واي 2 ماينس واي 1 سكويرد بلس زد 2 ماينس زد 1 سكويرد، حلو، ايكوالز سكوير روت. وهبدا اعمل بقى ماينس، هسمي هنا اكس 1 واي 1 زد 1، وهنا هسمي اكس 2 واي 2 زد 2، فهقول اكس 2 ماينس اكس 1 يعني 1 ماينس 3، 1 ماينس 3 سكوير بلس واي 2 اللي هي تبقى 2 ماينس 5، 2 ماينس 5 سكوير بلس نيجاتيف 5 ماينس 1 سكوير. هقول يبقى هنعمل سكوير روت كده، واقول له يا مستر دي كده نيجاتيف 2 سكوير ب 4 بلس دي نيجاتيف 3 سكوير ب 9 بلس نيجاتيف 6 سكوير ب 36. كده 40 49، يعني يطلع 7 length unit. ده مين ده؟ ده الـ AM من أول الـ A فوق لغاية الـ M تحت. هو طب لو كان ده كله 7 والحتة دي بس 2، يبقى radius بتاعي equals 5 length unit، وبكده يبقى أنت جبت radius بكام. بيقول لي if the measure of the angle between the two planes، ومديني أول plane بالمنظر ده R dot، ومديني هنا 3 و negative 4 و 2، ده كده عبارة عن N1. وقال يا مستر اندو مديني يا مستر ياسر البلين التاني اهو، وبالتالي انا ممكن اطلع منه ان ال N2 هتبقى عبارة عن الكوفيشنت بتاع ال X وال Y، وناخد بالنا من الترتيب. اي الاتنين دول perpendicular عشان قالك 90، فانت عارف لما يكون عندك الكونديشن بتاع ال perpendicular ان الدوت بتاعي equal 0، معنى كده لما هعمل 3 و negative 4 و 2 دوت مع 3 و4 ونيجاتيف ام، ده كده هيطلع بزيرو. 3 باي 3 هيبقى 9 ماينس ده مع ده ب 16 ماينس 2 ام ايكوال 0، دول كده مع بعض نيجاتيف 7، يعدوا الناحيه الثانيه ببوزيتيف 7، يبقى الام ايكوال نيجاتيف 7 اوفر 2، ويبقى الريزلت بتاعي هو اول واحد. طبعا لو حبينا نشوف حاجه زي كده، فانت عندك البلين الاولاني لو عامل كده فالبلين التاني هيكون عامل كده، الاتنين دول كده بينهم 90 degrees. اول واحد انت عندك N1 هيكون بالمنظر ده perpendicular عليه، N2 هيكون بالمنظر ده perpendicular عليه، فطالما التو بلينز perpendicular يبقى لازم ال N وال N يكونوا perpendicular، وطالما تو فيكتور perpendicular يبقى لازم الدوت بتاعهم equals 0. استغليت الريليشن ديت عشان اطلع الفاليو في ام. if z1 3 كوزاين 300 بلس اي ساين 300 وزد 2 عباره عن 2 ساين 240 بلس اي كوزاين 240، طبعا which of the following represent the exponential form of z1 multiply z2. انا قبل ما اعمل برودكت ما بين الاثنين دول لازم اطمن ان هما في الستاندرد. واضح طبعا ان زد 1 ما فيهاش مشكله، لان انت عندك كله بوزيتيف 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 والاي مع الساين، لكن هنا بوزيتيف اه بس الاي مع الكوزاين، وده لا يجوز. فهمسك زد 2 وابدا اقول له هي عباره عن 2 وانت مديني هنا ساين 240 بلس اي كوزاين 240. واضح ان الريل بتاعك بوزيتيف، الايميجيني بتاع حضرتك يا محترمين بوزيتيف، يبقى انت موجود في الفيرست كوادرنت. هقول يبقى البرنسبل امبليتيود بتاع حضرتك عباره عن، هنا انت عايز تعمل تشينج، فهتقولي 90 ماينس الانجل 240 يبقى كانها نيجاتيف 150، دي الانجلز المظبوطه بتاع زد 2.
فول والله يبقى انا عندي لو زد 1 عباره عن 3 وحط هنا كده كوزاين 300 بلس اي ساين 300 هيبقى عندي زد 2 بعد ما ظبطتها هتبقى عباره عن 2، وعندي هنا كده كوزاين نيجاتيف 150 بلس اي ساين ونيجاتيف 150. لما اجي اعمل ملتبلاي بين الاثنين دول هقول يبقى انا عندي زد 1 ملتبلاي زد 2، هعمل الاثنين دول ملتبلاي مع بعض 3 باي 2 تبقى 6، وهعمل ادنج ما بين الانجل اللي هنا وما بين الانجل اللي هنا، فساعتها هيكون عندي كوزاين 150 بلس اي ساين واحط 150. هو عايزها في الاكسبوننشال، هقول له خلاص يبقى انت هتسيب 6 وتعمل ايه وتحط هنا 150 اوفر 180 واحط باي اي، طبعا ده يتكنسل مع ده، يبقى عندي e divided by 3 تبقى 5 over 6 by i، هي ديت الاكسبوننشال فورم اللي هو اول اختيار. بيقول لي هنا if 2n plus 1 cr equals n plus 1 br. هفكركم حاجه مهمه جدا، قلت لكم هنا لو عندي 4c2 ليها ثلاث طرق عشان افكها، اعمل كده 4 by 3 وتحت 2 by 1 فباخد اللي تحت اوصل بيه ال 1 وطالما هم 2 يبقى عندي فوق 2، او اخليها يا محترمين 4b2 over factorial 2، او اخليها يا محترمين factorial فوق factorial تحت factorial فوق minus تحت. قلت لكم دي بشتغل بيها امتى؟ لما يكون عندي السؤال بتاعي فيه unknowns والpermutation بتاعي 4 و2، وهنا نفس الكلام 4 و2. طول ما انت عندك unknowns واللي فوق هنا واللي تحت هنا عند السي زي اللي فوق هنا او تحت هنا عند البي، يبقى اشتغل بالرول ده. فهو طب دلوقتي انا في الجزء ده ممكن اشتغل بنفس الفكره ازاي؟ هو مش انت قايل لي ان توايس ان بلس 1 سي ار ايكوالز ان بلس 1 بي ار؟ اقول له اه. هو طب انا ممكن ده كده ده كده ممكن افكه بشكل لذيذ جدا، ان بلس 1 بي ار اوفر فاكتوريال الار ايكوالز ان بلس 1 بي ار اكنه اوفر 1. طالما في ايكوال انا ممكن اكنسل نيوميريتور مع نيوميريتور، فممكن اكنسل ده مع ده، فيبقى عند حضرتك 2 اوفر فاكتوريال ار ايكوالز 1 اوفر 1 ب 1. It impulses ان فاكتوريال ار ايكوالز 2 بكروس مالتيبليكيشن يبقى الار ايكوالز 2. جبنا الار، هرجع هنا اقدر احط يا مستر ياسر هنا الار بمنتهى الهدوء. مش انت عندك ان سي ار بلس 1 over ان سي ار equals 5 over 3؟ قال لي اه. قال لي وانت جبت الار ب 2 يبقى ان سي ار بلس 1 2 بلس 1 يعني 3 وان سي 2 equals 5 over 3. يبقى انا دلوقتي عندي هنا ان ماينس الكبير بلس 1 على الكبير equals 5 over 3. طب نفس الدينيمينيتور ممكن اكنسل ال 3 مع 3، فيبقى عندك ان ان ماينس 2 ايكوالز 5 ومنها ان ايكوالز كام؟ 7. جبنا ان ب 7 وار ب 2. هو عايز مين؟ عايز ان سي ار بلس ان بي ار. هقول له يبقى انا عندي 7 سي 2 بلس 7 بي 2. هقول له يا مستر ياسر همسك الكالكوليتور بتاعي كده واقول انا عندي هنا كده 7 سي، يعني بعمل شيفت ديفايدد واحط هنا كده 2، هقول له بلس كده عندي 7 تاني، بي يعني شيفت ملتبلاي واحط 2 واقول له ايكوالز تطلع معايا 63. if a و b are two vectors ومديني نورمال a 5 والكومبوننت بتاع ال b in direction of a 3، عايز a dot b بكام؟ طبعا طالما قال لي component of b in direction of a يبقى بمعنى كده ان انت عندك يا محترم ال a dot مع ال b over normal a، الكلام ده كده equal 3. هو مديك ان normal a عندك ب 5، it impulses ان ال a dot مع ال b over ال 5 equals 3. اعمل cross multiplication يبقى انت عندك a dot ال b equals 15، اللي هو ساعات بيكتبها كده بس برضه تطلع معاك ب 15، يبقى الريزلت بتاعك هو 15. بيقول لك هنا if a e باور 2 ثيتا اي بلس بي اي باور نيجاتيف 2 ثيتا اي ايكوالز 5 كوزاين 2 ثيتا ماينس اي ساين 2 ثيتا. والاي والبي دول بوزيتيف ريل نمبر، ومديك الثيتا في الفيرست كوادرانت والاي 2 كل الكلام دوت عشان يقول لك ان انت في كومبلكس. عايز اي بي بكام؟ لازم نجيب الاي واجيب البي، فانا محتاج تو ريليشنز. اول حاجه عندي انا هقول له
هحول دي من شكل اكسبوننشال لشكل تريجونومتريك، فهسيب الاي زي ما هي وحاطط دي كانها كوزاين، وطبعا انت عندك الثيتا هي ديت الانجل اللي انت شغال بيها، فهقول يبقى انا عندي كوزاين 2 ثيتا بلس اي ساين 2 ثيتا. ده اول حاجه هقول له بلس، انا عندي هنا بي، وهقول له دلوقتي هتقول لي كوزاين نيجاتيف 2 ثيتا بلس اي ساين كام؟ نيجاتيف 2 ثيتا. الكلام ده كله ايكوالز، وانا عندي 5 كوزاين 2 ثيتا ماينس اي ساين 2 ثيتا. هبدا اعمل سمبليفاي ليفت هاند سايد، فهقول يبقى انا عندي هنا كده اي كوزاين 2 ثيتا بلس اي اي، وعندي ساين كمان 2 ثيتا، هقول له بلس. الكوزاين بتبلع النيجاتيف، فيبقى عندي بي كوزاين 2 ثيتا، دي بتطلعها بره فيبقى نيجاتيف بي اي، وعندي ساين 2 ثيتا. الكلام ده ايكوالز 5 كوزاين 2 ثيتا ماينس اي ساين 2 ثيتا. هقول احنا محتاجين تو ريليشنز فيها اي وبي، فانا شايف عندي هنا في كوزاين 2 ثيتا في رايت هاند سايد، وهنا انا شايف كوزاين 2 ثيتا في المكان ده اهو كده هنا، وفي المكان ده كمان هنا، فحاول يبقى انا عندي a بلس b، وهحط هنا كده كوزاين 2 ثيتا، وهقول له هنا الاثنين دول كده فيهم i ساين 2 ثيتا، فاقول له بلس وهفتح براكت، هاخد ال i ساين 2 ثيتا بره، فيبقى عندي من هنا a ماينس b، الكلام ده equals 5 كوزاين 2 ثيتا ماينس i ساين 2 ثيتا. هقول طب خلاص لو عملنا كومبير هتلاقي ان انت عندك هنا كوزاين 2 ثيتا وكوزاين 2 ثيتا، معنى كده ان الكوفيشنت a بلس b ايكوالز 5، و i ساين 2 ثيتا و i ساين 2 ثيتا يبقى الكوفيشنت ده وهنا اكن في 1، يعني معنى كده ان a ماينس b ايكوالز 1. طبعا تعمل الاثنين دول مود 5 1 يطلع عندك ال a ويطلع عندك ال b، مع انها مش مستاهله لان 2a equals 6 يعني ال a equals 3 دي واحدة، حط 3 هنا واديها الناحية التانية يبقى معنى كده ان ال b equals 2. جبت ال b وجبت ال a، ممكن تجيب a multiply b عشان هو عايز هنا ال multiply ما بينهم، تطلع معاك 2 by 3 ب 6. بيقول لك هنا if n plus 1 be odd greater than n plus 1 be odd minus 1. هو الطبيعي يا محترم ان في اي واحدة من الاتنين دول سواء دي او دي لازم اللي فوق يكون اكبر من اللي تحت، فيبقى ال n greater than r minus 1 يبقى هي ديت. بيقول هنا if the greatest coefficient of the expansion مديني a plus x all power of 20 is the coefficient of t 11، او ده greatest، قال لي او ده greatest، قلت له خلاص يبقى انا جيت عملت كده ال coefficient of t 11 over ال coefficient of t 10 هيطلع greater than or equal 1. هو طب معنى كده انت هتعمل كده وتعمل كده عشان ما تنساش، ده مهم جدا. هقول يا مستر الباور عندي 20 والكبير من فوق، يبقى انا هشتغل من فوق واقول له 20 minus الصغنن بلس 1 على الصغنن عشان دي ترمات مش combination، واقول له coefficient بتاع السكند على الفيرست يعني 1 over a، يبقى انا عندي 20 minus 10 10 10 بلس 1 يبقى انا عندي 11 over 10 multiply 1 over a greater than or equals 1. هعمل multiply reciprocal يبقى انا عندي 1 over a greater than or equals 10 over 11، يبقى ال a هنا smaller than or equal 11 over 10. ليه يا مستر عملت reciprocal وبدلت الساين؟ هو عشان انت لو عندك كده ال half greater than a quarter وجيت عملت الريسيبريكال بقت 2 وهنا 4، يبقى لازم تعمل change للانيكواليتي ساين. طب جميل، دي اول علاقه فيها ال a. قال لي بس مش بس معنى كده ان لما يكون الكوفيشنت بتاع تي 11 ده هو الجريتست في اوفر تي 10 يبقى هو greater than 1. اي طب نفي الجامعه اللي قبليه، ما انت تي 11 ده هو اكبر حاجه، قبليه تي 10 صغنن وبعديه تي 12 صغنن، ده الكبير قوي بتاعنا. فلو خدت تي 11 على تي 10 هيطلع greater than 1، لكن لو خدت تي 12 over تي 11 هيطلع smaller than، لان الصغير على الكبير. هقول يعني لما اعمل coefficient of تي 12 over ال coefficient of تي 11 ده هيطلع smaller than or equal 1، اقول لك اه عشان ده اصغر من ده. طب حاجه صغنونه على حاجه كبيره
يطلع ريزلت ليس ذان 1. وانت عندك يا محترم الباينوميال a بلس اكس اول باور اوف 20، فهتحط هنا كده a بلس اكس اول باور اوف 20 وتبدا تشتغل بالرولز بتاعتك. فهتعمل كده واوعى تنسى البراكت ده، وده سمولر ذان 1. ال 12 من فوق يا مستر هو الكبير، هتقول لي يبقى انا عندي الباور 20 اللي هو ده ماينس الصغنن بلس 1، واحط الصغنن والكوفيشنت بتاع السكند 1 اوفر الفيرست a. 20 minus 11 9 plus 1 يبقى 10، يبقى 10 over 11 وعندي 1 over a. الكلام ده smaller than 1. اعمل multiply reciprocal يبقى انت عندك 1 over a smaller than 11 over 10، ومنها تبقى ال a greater than or equals 10 over 11 زي ما قلت من شوية. لما بعمل reciprocal لل both sides لازم اعمل change inequality sign. عندي ال a في المكان ده اكبر من 10 over 11 وهنا اصغر من 11 over 10، يبقى ال a belongs ما بين ال 10 over 11 لحد ال 11 over 10 والاتنين closed، وهو ده اللي انت عايز تجيبه اللي هو للتشويز الاولاني. If A star is the augmented matrix for the linear system of equations، ومديني 3 equations. لازم اطمن ان ال x تحت ال x تحت ال x وال y تحت ال y وال z تحت ال z. اول واحدة هي عبارة عن 3x بلس 2y ماينس z equals 4. التانية هي عبارة عن x بلس y ماينس z equals 3. التالتة x ومفيش y ماينس 2z equals 0. طبعا لما احب اجيب ال a star فهتبقى عبارة عن، انا هعمل كده واحط 3 و 1 و 1، هحط 2 1 و 0، هحط نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، وهعمل كده واحط 4 و 3 و 0. عشان اجيب الرانك بتاعها انا هاخد ديترمنت، فانا هاخد ديترمنت مثلا عبارة عن اول 3 اللي هي 3 1 1 و 2 1 و 0 طبعا تكون سكوير، ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، واشوف هيطلع بكام عشان اجيب الرانك بتاعها. هقول يا مستر لو انا عملت بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف فهيبقى عندي بوزيتيف 3، وهعمل كده ده كده نيجاتيف 2 ماينس 0 بنيجاتيف 2، كده اقول له نيجاتيف 2 اللي هي ديت، وهعمل هخبي ده وده بقى بعينيا، فهيبقى عندي نيجاتيف 2 باي 1 بنيجاتيف 2 تاني، وكده ماينس ده بنيجاتيف 1 يبقى كانها بلس 1، واخيرا نيجاتيف 1 هخبي رو والكولوم واقول له 0 ماينس 1 بنيجاتيف 1، هيطلع نيجاتيف 6. دول نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، ده كده عبارة عن بوزيتيف 1 تطلع مع نيجاتيف 3، ده doesn't equal 0. It implies يا محترمين ان الرانك بتاع ال A star هيبقى equal 3، يعني طالما طلعت هنا doesn't equal 0 يبقى باخد نفس الاوردر بتاع الديترمنت، وده الاوردر بتاعه 3، يبقى الرانك بتاعي 3 ما بين ال 2 وما بين ال 4. If A و B و C represent 3 adjacent edges of a parallel pipe، ومديني النورم بتاع ال A، and the direction angles of vector A are 135, 60 and 120. وبيقول لي حاجة كده اهوت البي كمان مديهولك فيكتور بي وفيكتور سي، وعايز الفوليوم بتاع البيلو بايب. طبعا عشان نجيب الفوليوم بتاع البيلو بايب انا لازم يكون عندي 3 فيكتورز عشان نجيب السكيلر تريبل برودكت. طيب يبقى احنا لازم الاول نجيب ايه از فيكتور. طبعا اي فيكتور في الدنيا هو عبارة عن نورم الفيكتور ملتبلاي اليونت فيكتور بتاع الدايركشن بتاعه. انا مديني الانجلز بتاعته، طب نعمل لها كوزاين، يبقى معنى كده ان الفيكتور ايه ده هيبقى النورم اللي هو اساسا بتو زي ما حضرتك شايف، واحط هنا كده كوزاين 135 وهنا كده كوزاين 60 وهنا كده كوزاين 120. فيبقى الفيكتور ايه عباره عن، لما هتعمل على طول بالكالكوليتر 2 مع كوزاين 135 هيديني نيجاتيف روت 2، كوزاين 60 بهاف هاف باي 2 تبقى 1، واخيرا عندك دي بنيجاتيف هاف، نيجاتيف هاف باي 2 بنيجاتيف 1، جبت الفيكتور ايه. وعندي سيادتك الفيكتور بي موجود عبارة عن 1 و root 2 و 0، واخيرا الفيكتور سي عبارة عن root 2 و 3 و 5. طالما التلاتة دول adjacent مع بعض يبقى انا لازم عشان اجيب الفوليوم هقول يا مستر ياسر هعمل scalar triple product، هحط negative root 2 وهحط 1 و negative 1، هحط 1 و root 2 و 0 وهحط root 2 وهحط 3 و 5، وابدا اعمل اكستند الحاجه زي كده. انا بصراحه عن نفسي هشتغل بوزيتيف نيجاتيف، هشتغل هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، واشتغل بالكولوم ده عشان في زيرو بيريحني، فهقول له ايكوال نيجاتيف 1 عشان بوزيتيف باي نيجاتيف بنيجاتيف 1، هعمل ده باي ده يبقى عندي هنا كده 3 ماينس روت 2 مع روت 2 ب 2.
مش مهم يزيرو، هاخد الفايف هقول له بلس فايف واعمل كده، هخبي الرو والكولوم بتاع الفايف واعمل ده باي ده، يبقى عندي نيجاتيف 2 ماينس 1، هحسب الكلام ده كله هيطلع معايا 1 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1، وده نيجاتيف 3 باي 5 بنيجاتيف 15، هتعمل الكلام ده نورم يطلع معاك 16 كيوبيك يونت عشان انت بتجيب فوليوم، يبقى الريزلت بتاعك هو ده. If the plane 2x minus y plus 2z equals 6 touch the surface of the sphere، ومديني الايكويشن بتاعت السفير، عايز الايكويشن of the straight line which passes through the center of the sphere and the point of tangency. انت عندك ادي السفير بتاعتك اهي كده اهو، ادي السفير اهي بالمنظر ده. انت عندك بلين يا محترم يا مؤدب يا مهذب بيلمسها في المكان ده. قال طب ما هو ده ليه ان، قلت له اه. الان بتاعه عباره عن كام؟ قال الان بتاعه من هنا عبارة عن الكوفيشنت بتاعت الاكس اللي هي 2 والواي اللي هي نيجاتيف 1 والزد ب 2، ده الان. قال طب جميل جدا، انت عندك الستريت لاين ده بقى بتتكلم عليه بيعدي بالسنتر بتاع السفير، طب هل نعرف نجيب السنتر ده؟ قال لي اه، السنتر بتاع السفير، السفير عندك هي اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير ماينس 4x، هو مدهاني ماينس 2y بلس 6z بلس 5 ايكوال 0، وانا عارف ان الصح بتاعها x سكوير بلس y سكوير بلس z سكوير بلس 2lx بلس 2ky بلس 2nz بلس d ايكوال 0. فلما يكون ال 2l بنيجاتيف 4 يبقى ساعتها يا محترمين ال l بنيجاتيف 2، وعندي هنا ال 2k ايكوالز نيجاتيف 2 تبقى ال k عبارة عن نيجاتيف 1، وعندي هنا ال 2n equal 6 يبقى ال n equal 3، فيبقى السنتر بتاع حضرتك هو نيجاتيف l ونيجاتيف k ونيجاتيف n، يعني السنتر هيكون يا محترمين عبارة عن نيجاتيف الكلام ده يعني 2 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تبقى 1 وهنا نيجاتيف 3. الستريت لاين معدي بالبوينت اللي اسمها 2 1 ونيجاتيف 3. طب عايز الدايركشن بتاعه، قال لي يا مستر ياس ما هو كان البلين تاتش السفير. قلت له جميل. قال لي وانت عندك هو بيعدي من عند السنتر وعند البوينت اوف تنجنسي، يعني ماشي كده. طالما ماشي كده يبقى خد نفس الدايركشن بتاع الان، يعني ممكن اعتبر ان الدي بتاعته هي الان عباره عن 2 نيجاتيف 1 و2، يبقى انا عندي البوينت اللي عدى عليها وعندي الدايركشن، يبقى اقدر اكون الايكويشن بتاع الستريت لاين عباره عن 2 1 ونيجاتيف 3، والدي عندي عباره عن 2 نيجاتيف 1 و2، يبقى اول اختيار هو الاختيار السليم. If the plane BCX plus ACY plus ABZ equals ABC. Intersected coordinates. أول ما بيقول لي كلمة intersected coordinates X, Y, Z بحب يكون هنا عندي 1 عشان أقدر أجيب الـ point of intersection، فأقدر أجيب الـ K والـ N والـ M. قلت له طب تعالى إزاي نخلي هنا 1؟ قال يعمل divide للحاجة اللي هنا. فأنت لو عند حضرتك كده BCX بلس A C Y بلس A B Z إيكوال A B C، هعمل ديفايدد هنا كده A B C وكمان هنا A B C وكمان هنا A B C وكمان هنا A B C، هيبقى الشكل عامل ازاي؟ هقول يبقى انا عندي X over A بلس Y over B بلس Z over C إيكوالز 1. مع كان هو عمل انترسكت مع الاكس اكس عند A و 0 و 0 اللي هو مسميها عندي K، وهنا عمل انترسكت عند 0 و B و 0 اللي هو مسميها تاني واحدة هنا اللي هي N، واخيرا ديت عمل انترسكت مع Z اكس عند 0 و 0 و C اللي هو مسميها عندي M. جبنا 3 points. طيب قال لي عند بلين ويديني واحد تاني، وقال لي كمان انترسكت تاني يا مستر مع الاكسس، بس المرة دي في كي داش ان داش وام هي هي. قلت له يبقى يا مستر ياسر برضو هنلازم نخلي ان المكان ده كده يكون فيه 1. قلت له طب ازاي؟ قلت له هتعمل ديفايدد بقى نيجاتيف اي بي سي، فقال له خلاص انا عندي بي سي اكس بلس اي سي واي ماينس اي بي زد ايكوال نيجاتيف اي بي سي، اعمل ديفايدد يا محترم في البوث سايدز مع نيجاتيف اي بي سي هنا، وهنا كمان يا مستر ياسر نيجاتيف اي بي سي، وهنا كمان نيجاتيف اي بي سي، وهنا كمان نيجاتيف اي بي سي، هيطلع عندك الشكل عامل ازاي؟ هقول له هنا هتبقى دي عباره كده عن اكس اوفر البي بي سي يروح ويبقى نيجاتيف اي،
دايما نسيب ده بوزيتيف، دايما دي مهمه جدا. همشي الاي والسي مع الاي والسي، يبقى واي اوفر نيجاتيف بي، هخلي دي بوزيتيف، وامشي الاي والبي مع الاي والبي والنيجاتيف كمان، يبقى عندي زد اوفر سي ايكوالز هنا كده 1. حاول يبقى عمل انترسكشن عندي نيجاتيف اي وزيرو وزيرو، ودي هو كان مسميها فوق كداش. هقول له خلاص، لاحظ ان هي على فكره، لاحظ ان هي كداش ان داش وام زي ما هي، فتعالى ننزل نشوف الشكل عامل ازاي. يبقى دي يا مستر ياسر كداش، طب وديت هتبقى زيرو ونيجاتيف بي وزيرو، ودي هتبقى الان داش. طب وهنا هيبقى زيرو وزيرو سي اللي هي هيسميها ام، لان فعلا ديت عامله زي ديت. تو طب جميل جدا. طب تعال نحاول نرسم بقى البوينت دي نشوف هتبقى عامله ازاي. لو انت جيت عملت كده، ادي اكس واي وزد، ادي اكس وادي واي وادي زد، فين البوينت اي وزيرو زيرو؟ دي على البوزيتيف اكس، ولتكن في المكان ده، يبقى ديت هي الكي. تو طب فين الكي داش؟ قال لي ابعد نفس المسافه بس الناحيه التانيه في النيجاتيف دايركشن على الاكستنشن، وحط هنا كده كي داش. اي طب وبعدين الان فين؟ قال لي دي موجوده على الواي. هقول يبقى مثلا هحطها في المكان ده هنا كده اهو، دي هنا كده ان. قال لي طب فين يا مستر النيجاتيف بي؟ يبقى الناحيه التانيه نفس المسافه هنا كده، ادي الان داش. طب فين الام؟ قال لي الام يا مستر ياسر في المكان ده كده، هحط الام مثلا على زد، هي حاجه واحده. قال طب لو حابين نعمل جوين ما بين ده كده وده كده وده كده وده كده، ونقفل بقى يا محترمين ده كده وده كده وده كده، وطبعا ده هيبقى مستخبي من جوه، فهيبقى البيز عندك هو كل الكي داش ان داش كي ان اللي هو تحت ده كده، وكلهم طالعين بفيرتكس واحده يا مستر ياسر هي ام. والشكل ده يا محترمين هو عباره عن رايت كوادراتر بيراميد اللي هو الاختيار الاول. وسعدنا بلقائكم، ونرجو انكم قد اسعدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.